أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله. ابدأ من خطبة الكتاب. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خطبة الكتاب. بدأت ببسم الله في النظم أولا، تبارك الرحمن الرحيم وموئلا، وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا، وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا، وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجذم العلا، وبعد فحبل الله فينا كتابه فجاهد به حبل العدا متحبلا، وأخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا، وقارئه المرضي قر مثاله كالترج حاليه مريحا وموكلا، هو المرتضى أمن إذا كان أمة ويممه ظل الرزانة قنقلا، هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن تنبلا، وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى، يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا، فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلا، فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا، أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا، عليك بها ما عشت فيها منافسا وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا، جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا، فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وكملا، لها شهب عنها استنارت فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلا، وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا، تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا، فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا، وقالوا عيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيع تأثلا، ومكة عبد الله فيها مقامه هو ابن كثير كاثر القوم معتلا، روى أحمد البزي له ومحمد على سند وهو الملقب قنبلا، وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمرو البصري فوالده العلا، أفاض على يحيى اليزيدي سيبه فأصبح بالعذب الفرات معللا، أبو عمر الدوري وصالحهم أبو شعيب هو السوسي عنه تقبلا، وأما دمشق الشام دار بن عامر فتلك بعبد الله طابت محللا، هشام وعبد الله وهو انتسابه لذكوان بالإسناد عنه تنقلا، وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاعوا فقد ضاعت شذا وقرنفلا، فأما أبو بكر وعاصم اسمه فشعبة راويه المبرز أفضلا، وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا وحفص وبالإتقان كان مفضلا، وحمزة ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا، روى خلف عنه وخلاد الذي رواه سليم متقنا ومحصلا، وأما علي فالكسائي نعته لما كان في الإحرام فيه تسربلا،
روى ليثهم عنه أبو الحارث الرضا وحفص هو الدوري وفي الذكر قد خلا أبو عمرهم واليحصبي بن عامر صريح وباقيهم أحاط به الولا لهم طرق يهدى بها كل طارق ولا طارق يخشى بها متمحلا وهن اللواتي للمواتي نصبتها مناصب فانصب في نصابك مفضلا وها أنا ذا أسعى لعل حروفهم يطوع بها نظم القوافي مسهلا جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أولا ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله متى تنقضي آتيك بالواو فيصلا. حسبك. نعم اقرأ من باب الاستعاذة إلى سورة أم القرآن. باب الاستعاذة. إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا على ما أتى في النحل يسرا وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد ولو صح هذا النقل لم يبق مجملا وفيه مقال في الأصول فروعه فلا تعد منها باسقا ومضللا وإخفاؤه فصل أباه عاتنا وكم من فتى كالمهدوي فيه أعملا. باب البسملة. وبسمل بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا ووصلك بين السورتين فصاحة وصل واسكتا كل جلاياه حصلا ولا نص كلا حب وجه ذكرته وفيها خلاف جيده واضح الطلا وسكتهم المختار دون تنفس وبعضهم في الأربع الزهر بسملا لهم دون نص وهو فيهن ساكت لحمزة فافهمه وليس مخذلا ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها وفي الأجزاء خير من تلا ومهما تصلها مع أواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها فتثقلا. سورة أم القرآن. ومالك يوم الدين راويه ناصر وعند صراط والصراط لقنبلا بحيث أتى والصاد زايا أشمها لدى خلف واشمم لخلاد الأولا عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتخييره جلا ومن قبل همز القطع سلها لورشهم وأسكنها الباقون بعد لتكملا ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل وبعد الهاء كسر فتى العلا مع الكسر قبل الهاء أو الياء ساكنا وفي الوصل كسر الهاء بالضم شمللا كما بهم الأسباب ثم عليهم القتال وقف للكل بالكسر مكملا. حسبك. أحسنت. وناديت اللهم. وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا إليك يدي منك الأيادي تمدها أجرني فلا أجري بجور فأخطلا أمين وأمنا للأمين بسرها وإن عثرت فهو الأمون تحملا وإن عثرت فهو الأمون تحملا أقول لحر والمروءة مرؤها لإخوته المرآة ذو النور مكحلا أخي أيها المجتاز نظمي ببابه ينادى عليه كاسد السوق أجملا وظن به خيرا وسامح نسيجه بالإعضاء والحسنى وإن كان هلهلا وسلم لإحدى الحسنيين إصابة والأخرى اجتهاد رام صوبا فأمحلا وإن كان خرق فادركه بفضلة من الحلم وليصلح من جاد مقولا وقل صادقا لولا الوئام وروحه لطاح الأنام الكل في الخلف والقلا وعش سالما صدرا وعن غيبة فغب تحضر حضار القدس أنقى مغسلا وهذا زمان الصبر من لك بالتي
كقبض على جمر فتنجو من البلاء. ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهطلا، ولكنها عن قسوة القلب قحطها، فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا. بنفسي من استهدى إلى الله وحده، وكان له القرآن شربا ومغسلا، فطابت عليه أرضه فتفتقت بكل عبير حين أصبح مخضلا. فطوبى له والشوق يبعث همه، وزند الأسى يهتاج في القلب مشعلا. هو المجتبى يغدو على الناس كلهم، قريبا غريبا مستمالا مؤملا. يعد جميع الناس مولا لأنهم على ما قضاه الله يجرون أفعلا. يرى نفسه بالذم أولى لأنها على المجد لم تلعق من الصبر والألا. وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله، وما يأتلي في نصحهم متبذلا. لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هولا، ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا. وبالله حولي واعتصامي وقوتي، وما لي إلا ستره متجللا. فيا رب أنت الله حسبي وعدتي، عليك اعتمادي ضارعا متوكلا. بارك الله فيك، حسنت. باب وقف همزة وهشام على الهمز. باب وقف همزة وهشام على الهمز. وحمزة عند الوقف سهل همزه، إذا كان وسطا أو تطرف منزلا. فأبدله عنه حرف مد مسكنا، ومن قبله تحريكه قد تنزلا. وحرك به ما قبله متسكنا، وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهلا. سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مدخلا، ويبدله مهما تطرف مثله، ويقصر أو يمضي على المد أطولا. ويدغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدتا من قبل حتى يفصلا. ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواوا محولا. وفي غير هذا بين ومثله، يقول هشام ما تطرف مسهلا. يقول هشام ما تطرف مسهلا، ورئيا على إظهاره وادغامه، وبعض بكسر الهالياء تحولا. كقولك أنبئهم ونبئهم، وقد رووا أنه بالخط كان مسهلا. ففي الياء يلي والواو والحذف رسمه، والأخفش بعد الكسر ذا الضم أبدلا. بياء وعنه الواو في عكسه، ومن حكى فيهما كاليا وكالواو أعضلا. ومستهزئون الحذف فيه ونحوه، وضم وكسر قبل قيل وأخملا. وما فيه يلفى واسطا بزوائد، دخلنا عليه فيه وجهان أعملا. كما ها ويا واللام والبا ونحوها، ولامات تعريف لمن قد تأملا. وأشمم ورم فيما سوى متبدل بها حرف مد، واعرف الباب محفلا. وما واو نصلي تسكن قبله، أو الياف عن بعض بالإدغام حملا. وما قبله التحريك أو ألف محر ركن طرفا، فالبعض بالروم سهلا. ومن لم يرم واعتد محضا سكونه، وألحق مفتوحا فقد شذ موغلا. وفي الهمز أنخاء وعند نحاته، يضيء سناه كل ما اسود أليلا. الحمد لله، أحسنت. طيب، أذكر أصحاب الرموز التالية. أولا ثاء. ثاء. ثاء الكوفيون. عاصم، كسائي وحمزة. والدليل؟ ومنهن للكوفي ثاء مثلث. نعم، بارك الله. طيب، خاء. خاء القراءات السبع ما عدا نافع. القراء السبع. القراء السبع ما عدا نافع. طيب، الشين. كسائي وحمزة. عمة. عمة. ابن نافع وابن عامر. والدليل؟
وذا النقد شين للكساء وحمزة وقل فيهما شعبة صحبة تلأ سحاب هما مع حفصهم عم نافع وشام. بارك الله فيك، ممتاز ما شاء الله. صحبة، صحبة، شعبة، حمزة، كسائي. الدليل وقل فيهما مع شعبة صحبة تلا صحاب حفص حمزة كسائي. دليل سحاب هما مع حفصهم عم نافع. غين، غين الكوفيون وأبو عمرو. الدليل وكوف وبصر غينهم ليس مهملة. ممتاز بارك الله فيك، أحسنت، فتح الله عليك.